إذن مشاهدينا الكرام، بدنا نبقى بالملف الرئيسي ومش بس بحلقة اليوم، وإنما أعتقد على المشهد السياسي المحلي الآن، موضوع مؤتمر المنامة كجزء من صفقة القرن والموقف الأردني، ونحن ننتظر هذا الموقف ونريد يعني أن يكون هنالك انسجاما للموقف الرسمي مع الموقف الشعبي والمعبر عنه أيضا بجزء من تعبيراته بالموقف النيابي. واسمحوا لنا أن نتعرف على جزء من مواقف النواب، ونرحب بسعادة النائب منصور مراد. سعادتك مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. يعني بداية حابين كيعني عضو في مجلس النواب وكممثل للشركس والشيشان في البرلمان وكممثل لكتلة الإصلاح النيابية، ما هو الموقف من مشاركة في مؤتمر المنامة سعادتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم باليرموك. حقيقة نحن في كتلة الإصلاح موقفنا واحد، ألا وهو ضد أي صفقة يعني تشكل خطر أو تشكل أو تكون ضد المصالح الوطنية والتاريخية، وأي أهداف تسعى كذلك لتصفية القضية الفلسطينية. هذا موقفنا الاستراتيجي، ونحن نعتقد بأن هذا المؤتمر ضرروا على فلسطين وعلى الأمة، وتحديدا يعني بشكل خاص فلسطين والأردن. نعم. لأنه العدو يرانا بعين العداء الواحدة، يرى الشعبين الأردني والفلسطيني بعين العداء الواحدة. طبعا هذا المؤتمر نتيجة الوهن العربي والتشرذم العربي، ونتيجة الفقر يعني الذي يعم على الساحات العربية، تتلظى بناره الجماهير العربية على أيدي معظم الأنظمة من أقصى المنطقة إلى أقصاها. طبعا صفقة القرن مرتكز على مرتكزين كبيرين، يعني قسم موضوعي وقسم سياسي. هذا المؤتمر ماخذ الجانب الاقتصادي، لأنه زي ما قلت لك المرحلة الآن يريدون من هذا المؤتمر وهذا السيناريو المرتكز الاقتصادي إلى جانب المرتكز السياسي والأمني، وهو إعطاء مخرج للأنظمة العربية بحجة أنه هذا المؤتمر سيحقق اقتصاد ورفاه وعدالة، وسيكون لصالح الجماهير العربية وتحديدا لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الفقر ومن القتل ومن الإجرام الصهيوني الأمريكي ما نراه وما نسمع من بشاعة. نعم. طبعا يعني صفقة القرن أخي العزيز في الحقيقة هي صفقة استراتيجية وليست مجرد اتفاق سياسي. من أهدافها يعني تصفية القضية الفلسطينية، ونحن في الأردن هون ارتداد علينا هذه الصفقة سيكون أحد أكبر أهداف تفكيك الدولة الأردنية وتهميشها وتهميش مؤسسات الدولة ومواقعها السيادية مثل الخارجية والأمن والتخطيط والهوية، لمستوى يعني النزول من مستوى الدولة إلى مستوى السلطة، تمهيدا وتحطيرا للكونفدرالية مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، بمعنى الخطر على الشعبين معا. صفقة القرن يعني زي ما قلت لك ترتكز على موضوعين استراتيجيين، موضوع قسم موضوعي وقسم سياسي. القسم الموضوعي الآن هذا المؤتمر اللي بده يعني تحت عنوانه المؤتمر القادم، القسم الموضوعي بتناول التحضيرات الواسعة التي طالت البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك بنية الدولة، يعني هذا منصوص عليه منذ توقيع معاهدة وادي عربة واتفاقية أوسلو. نعم. يعني من الأمثلة على ذلك إعادة الهيكلة التي بدأت بخصخصة الاقتصاد، حتى يعني لا سمح الله ستطال الجيش الأردني صمام الأمان التاريخي للدولة الأردنية. هذا بالحقيقة يعني زي ما قلت هنا لك. سعادتك يعني هذه يعني خلينا نحكي الصفقة الاستراتيجية المخيفة بتبعاتها على الأردن،
الآن يقال أن الأردن لا يملك القوة الكافية لمواجهة أمريكا وبعض دول الخليج وبعض الدول العربية الداعمة لها، بالإضافة للكيان الصهيوني. ما المطلوب؟ كيف من ممكن أن تواجه الأردن هذه الصفقة وبالتالي تواجه مروجيها ومتبنيها؟ يا سيدي العزيز، المخابرات الأمريكية الغربية حتى الصهيونية انذهلت يعني أمام معاناة الشعب الأردني في المجال الاقتصادي والاجتماعي. يعني كيف التف وحول مرة ثانية حول الملك وحول النظام عندما أعلنت اللاءات الثلاثة؟ يعني هذا يعني مؤشر على أنه الشعب الأردني رافض رفض مطلق صفقة القرن وما قبل صفقة القرن وما بعد وما يدور بصفقة القرن. الشعب الأردني أبدى استعداد كبير وتسامح كبير عندما قال كلمته، عندما التف حول موقف الملك. بصراحة يعني أيضا الشعب الفلسطيني بالداخل لم نجد أي شخصية وطنية باستثناء ظلم السلطة والسلطة ومن دار بفلك المفاوضات وأعطى مجال 20 سنة للعدو الصهيوني. لم نرى أي حزب أو تنظيم أو شيء وافق على صفقة القرن أو وافق على تصفية القضية الفلسطينية. إذن الشعبين، الشعب الأردني والشعب الفلسطيني، ملتف حول اللاءات الثلاثة، يريد أن يحقق يعني مساعي في تحرير فلسطين. يبقى يعني الآن الكرة في مرمى الأحزاب. نحن بحاجة إلى، يعني طرحت جبهة العمل الإسلامي مبادرة لتوحيد صف الأحزاب ويعني إعلان عن الوصول إلى جبهة وطنية تضم كل التيارات والأفكار والأيديولوجيات باستثناء المطبعين مع العدو، حتى يتناغموا مع الموقف الشعبي الأردني، لنشكل جبهة رفض وجبهة ثاد. من قال بأن الأردن، الشعب الأردني والفلسطيني سوف يمرر هذه الصفقة؟ ومن قال بأنه سنستسلم؟ ومن قال بأنه تجرؤ أي قوة خارجية يعني المساس بالأردن، كون الموقع الجغرافي احنا نشكل في 600 كيلومتر بيننا وبين العدو الصهيوني. لا يستطيع لا الناتو ولا أي قوة حماية هذا الكيان الغاصب، فيما لو يعني ذهبوا باتجاه حل عسكري أو حل أمني في الأردن. الشعب الأردني قال كلمته، الشعب الفلسطيني قال كلمته. مثل ما انهزم المشاريع الإمبريالية سيهزم هذا المشروع أيضا أمام صمود الشعب الفلسطيني البطل، أمام المقاومة البطلة، أمام صمود شعب غزة، أمام التسامح الأردني والتوافق رغم كل المعاناة ورغم خلافاتنا مع السياسات الحكومية والنهج اللي صاير عليه في التبعية لصندوق النقد والمراكز المالية العالمية. مع بعد كل هذه المعاناة مستعد الشعب الأردني أن يقدم دماؤه يعني في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الأردن، لأنه صفقة القرن ستسعى إلى تفكيك الدولة الأردنية، ستحولنا أخي العزيز من 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 سكان، من مواطنين إلى سكان، ومن وطن إلى جغرافيا. يعني المشروع صفقة القرن باتجاه فلسطين والأردن هي من البحر الأبيض إلى عمق الصحراء العراقية. هذه الأرض في نظر الأمريكان واليهود أنه هاي بقعة جغرافية يقيم عليها سكان. مثل ما صار في مؤتمر دافوس اللي هو نظرية نيوم المدن. يعني هم مع مدن وليسوا مع وطن، هم مع جغرافيا وليس مع دول، هم مع سكان وليس مواطنين ذات هوية وطنية وإسلامية. ما بدهم. هذا المشروع خطر، لذلك سنقدم أرواحنا في سبيل التصدي لهذا المشروع القذر. ولكل العملاء هنا، وكلاء أمريكا عملاءها في الأردن وفي فلسطين، سيكونوا هدف وفي مواجهة الجماهير العربية. شكرا، شكرا جزيلا على هذا الموقف، وشكرا جزيلا على أيضا هذا التحليل والتأكيد الحقيقة على
الجبهة الأردنية الصلبة الرافضة لكل ما يحاك في إطار صفقة القرن. شكرا جزيلا لسعادة النائب منصور مراد. الحقيقة يعني هذا التأكيد المؤكد وهذا الكلام الواضح من سعادة النائب الذي يعني نتمنى فعلا أن لا نصاب بأي خذلان من خلال أي تراجع عنه. سنكتفي بهذا القدر لنذهب إلى وقفة قصيرة ثم ملف جديد، فكونوا معنا.